بارك يا رب فصل شريف من بشارة القديس يوحنا، بركاته تكون مع جميعنا. آمين. في ذلك المساء، مساء يوم الأحد، كان التلاميذ في دار أغلقت أبوابها خوفا من اليهود، فجاء يسوع وقام بينهم وقال لهم: السلام عليكم. قال ذلك وأراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ لمشاهدتهم الرب. فقال لهم ثانية: السلام عليكم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا أيضا. قال هذا ونفخ فيهم وقال لهم: خذوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم تغفر لهم، ومن أمسكتموها عليهم تمسك. على أن توما أحد الاثني عشر ويقال له التوأم لم يكن معهم حين جاء يسوع، فقال له سائر التلاميذ: رأينا الرب. فقال لهم: إذا لم أبصر أثر المسمارين في يديه وأضع إصبعي في مكان المسمارين ويدي في جنبه لن أؤمن. وبعد ثمانية أيام كان التلاميذ في البيت مرة أخرى، وكان توما معهم. فجاء يسوع والأبواب مغلقة، فقام بينهم وقال: السلام عليكم. ثم قال لتوما: هات إصبعك إلى هنا وانظر يدي، وهات يدك فضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل كن مؤمنا. فأجابه توما: ربي وإلهي. فقال له يسوع: آمنت لأنك رأيتني، طوبى للذين يؤمنون ولم يروا. وأتى يسوع أمام التلاميذ بآيات أخرى كثيرة لم تكتب في هذا الكتاب، وإنما كتبت هذه لتؤمنوا بأن يسوع هو المسيح ابن الله، ولتكون لكم إذا أمنتم الحياة باسمه. حقا والمجد لله دائما. أيها الإخوة الأحباء، المسيح قام. دي تحيتنا لما نتقابل في كل يوم من أيام هذه الخمسينية المباركة، اللي فيها متأكدين إن كل صعوباتنا وكل ألمنا وكل صلباتنا المسيح غلب الموت فيها وقام منتصرا. المسيح أقوى من أي ألام ممكن تعيشيها، عشان كده احنا بنحتفل بقيامته. واللي فيه المسيح فيه القيامة، ويكونش خاضع أبدا لأي ألام، إنما في عز ألامه بيحيا الانتصار. عشان كده الكنيسة بتدينا القراية الأولى النهاردة من أعمال الرسل، اللي بيقول فيها القديس لوقا إنه جماعة المؤمنين اللي أمنت بعد ما يسوع مات وقام كانوا قلب واحد. ناس كتير قلب واحد، ناس كتير نفس واحدة، وما حدش منهم يقول إنه بيمتلك حاجة لنفسه، لأن كل حاجة بينهم كانت مشتركة. وكان الرسل بيؤدوا الشهادة إنه المسيح قام وغلب الموت، وكانت في علامات كتير بتظهر نتيجة
هذا الوعظ. ونعمة ربنا كانت موجودة بينهم. ولما تكون نعمة ربنا موجودة محدش بيبقى عنده احتياج والتاني بيزيد عنه مش عارف يعمل بيه ايه. فكانوا بيبيعوا اللي عندهم كله وبيحطوه تحت اقدام الرسل، والرسل يوزعوا كل واحد حسب احتياجه. واحد فينا يسمع الكلام ده النهارده يقول الله دي حاجة جميلة، طب ما نخليها قانون في الكنيسة يا ابونا ونعمل زي كده. ده مش الشيوعية الكومونيزم، ده الإنجيل. الشيوعية عملوا من ده القانون، وبعد كده ياما خسائر وشوف الناس اللي بتموت من الجوع بسبب الشيوعية، إن ما حدش يبقى عنده ملكية خاصة. إنما هنا الناس بتبيع مش عشان إنه قانون ولا الرسل بيقولوا لازم تعملوا كده واللي ما يعملش كده يمشي بره، لا. إنما إيه الوضع يا ابونا؟ الوضع بسيط. الناس دي الجماعة الأولى المسيحية في الكنيسة الأولى استقبلت أغنى ما يمكن استقباله، اللي هو ايه؟ الرب يسوع والروح القدس. ده اغلى ما هو عند الاب. الاب ادى نفسه كلها في المسيح واعطى المسيح لجماعه المؤمنين في الكنيسه. فالناس غنيه، ما تقدرش تطلب من الفقير يدي اكتر ما هو عنده، هيدي لك اللي عنده لو قدر. انما الغني اللي خد كتير في حياته هيدي كتير. عشان كده حته الخيرات والاموال ما هياش الغنى الحقيقي بتاع الشخص. الغنى الحقيقي المسيح، اخدت المسيح وامنت بيه قلبك اغتنى وعندك كنوز العالم كله. فلما تبص حواليك وتلاقي اخوك في حاجه انت بتدي الرسل والرسل بيوزعوا حسب الاحتياج. اذا ده مش قانون، ما نقدرش نعمل منه قانون او قاعده رسميه لازم نمشي عليها. اللي بيغتني بالمسيح وبكلمه الله وبروح الله بيعطي من فيض ما هو عنده للرسل والرسل بيوزعه. اللي مش مغتني بالمسيح هنشوف بعد شويه لو مشينا في اعمال الرسل هنشوف سفيرة وحنانيا ما اغتنوش بالروح القدس وخلوا لنفسهم لانه شافوا الخير كله في اللي يخلوه عندهم، ما فاتهمش في حاجه الخير ده خالص، بل بالعكس قضى عليهم. إذا المشكلة فين؟ ما نعملش من كلمة الله قوانين. طب نعمل إيه؟ ناخد خير الله كله. عشان كده الكنيسة ما عندهاش غير حاجة واحدة بس كتير، مش أعمال اجتماعية ورياضة مش عارف إيه، عندها تدي فقط المسيح الكنيسة. بعد كده إدت المسيح الكنيسة، الكنيسة إدت المسيح، ممكن تساعد وتدي حاجات تانية لو قدرت. مراكز رياضية مليانة وأحسن من اللي بتعملوها في الكنائس. مشروعات عظيمة ورائعة بره غير اللي بنعملها في الكنيسة. إذا المشكلة فين؟ الكنيسة لازم تعمل كل حاجة؟ لا، الكنيسة ما تقدرش تبعد عن الهدف الأساسي ليها. تدي المسيح زي جماعة المؤمنين الأولى. تدي المسيح للناس. والوعظ يبقى مرتفع. وكلمة الله ترتفع وتعطى للناس. بعد كده المسيح في الناس هو اللي يدي. يبقى انت بالمسيح بتدي، المسيح بيدي فيك، ساكن فيك، المسيح بيخدم فيك ومن خلالك، المسيح بيعمل كل حاجة.
فانت ما بتكونش النقطه المركزيه اللي الدنيا بتلف عليها، النقطه المركزيه. لكن المسيح فيك هو اللي بيتحرك. ودي كانت خبره الجماعه الاولى، ناس شايفه العلامات بتاعت قيامه يسوع المسيح، وشايفه الرسل بيوعظوا وبتصحبهم قوه عظيمه، معجزات، بياخدوا النعمه بالتمام والكمال، اذا بيفيض منهم العطاء، بيعيشوا على قد احتياجاتهم. اذا البخل هو ايه؟ ان انا ما اديش؟ لا حبايبي، البخل هو احب اكوم واحوش يبقى عندي كتير. ممكن ادي، لانه لو في قانون يقول ادي اوكي ممكن اعمله، لكن المشكله مش بده، المشكله ان عندي روح عايزه تجمع الخيرات وتخليها كلها عندي عشان في يوم ايام ما اختبرش الاحتياج. ده البخيل، ده الشخص اللي مش قادر يغتني بحقيقه تانيه بالمسيح، هو اللي افتقر من اجلنا لكي نغتني نحن بفقره. ده بيقول رديس بولس. مش كده حبايبي؟ القراءه الاولى جايه تساعدنا كلنا انه نهتم بالحاجه الاساسيه، مش ادينا ايه وادينا كام وهيرجع لنا كام في الانبوب وهيبقى كام و... مش كده. احسب حسبياتك على كيفك، شوف مواضيعك التحرر. بس اللي يهمني انك تفهم النهارده انك بحاجه ان تغتني بما تعطيه الكنيسه. الباقي كله حقيقي كده لو عندك المسيح. فهمتني يا كنتم ولا عيد تاني؟ ماشي الحال؟ موافق معايا؟ هتبقى معجزه لو وافقت. ربنا يخليك لينا. الانجيل جاي يساعدنا جامد جدا في ايه؟ هل يا ترى موجود في الاسامبلي دي الفانسانك 25 اللي موجودين حد بيشك؟ ولا كلنا الحمد لله مؤمنين كده؟ نشكر الله. في حد بيشك؟ انا لا، راجل ما يشكش ابدا الحمد لله، رغم ان هو دبوس لكن ما يشكش ابدا. مين بيشك؟ انا بس. مين عنده شكوك في ايمانه يرفع ايده بس مش هقول اسمه. فيش حد بيشك، انا والشماس الحمد لله. عشان كده هوجه لك انت الوعظه، انا وانت نتكلم في الوعظه ونسيب دول ناس مؤمنين مش محتاجيننا خالص. اوكي، عندنا النهارده توما. يسوع بيوجه له كلمه مهمه، لا تكن غير مؤمن بل كن مؤمنا. توما موجود كل العصور. توما هو انا وانت. في مشكله لتوما انه ما كانش موجود ليله ما يسوع ظهر، ليله القيامه حد بالليل. لكل غائب في الجماعه معنى، بيقول حاجه، احنا مجتمعين وفي ناس حاجزه، بس ممكن لو سالنا الفريد هيقول لنا انه في ناس ما جاتش، هيقول لنا ده كلهم جوا النهارده، والحمد لله. اللي ما بيجيش الاجتماع واللي مش قاعد مع الجماعه دايما في معنى ورا غيابه. هو مش موجود ليه؟ ده ليه معنى. طب ايه المعنى بالنسبه لتوما؟ سابهم ليه؟ ولما رجع، رجع ليه؟ قالوا له ايه وهو قال ايه؟ سابهم لانه كان الموقف انهم مقفولين عليهم بالضبه والمفتاح، خايفين من اليهود. سابهم لانه مش قادر يقبل الفشل اللي عايشاه مجموعه التلاميذ بعد موت المسيح. المسيا اللي كانوا فاكرين هيخلص العالم مات، وما عندناش فكره هو فين دلوقتي.
مش مقتنعين انه قال. فالمجموعه دي بتعيش خبره فشل قويه، صدقت في واحد اللي دلوقتي ميت وما بيعمل لهمش حاجه. توما ما قدرش يستحمل حياه الفشل في المجموعه دي فساب ومشي، ساب الجماعه ومشي. ده بيحصل في وسطنا واحنا بنشتغل في اي مجموعات عمل في الكنيسه او في اي انشطه بنعملها، انتوا شهود على ذلك. كم من الاشخاص ساعه فشل المجموعه والامور مش ماشيه انا سمعتها بوداني، انا مش حابب المكان ده، مش حابب الاجتماعات دي، دي جماعه فاشله، دي جماعه كذا، انا ماشي من هنا، مش هنتمي للمجموعه دي ولا للطائفه دي ولا للناس دي. هل الشخص ده وحش؟ لا، دي خبره بيعملها، مش قادر يعيش الفشل اللي بتعيشه المجموعه. لما رجع قالوا له راينا الرب، لا ده ايمان الرسل وده خبرتهم اللي موجودين مع العذراء مريم. راينا الرب، لا مش مصدق، ان ما حطيتش صبعي في مكان الجرح في ايده مش هصدق، ان ما حطيتش ايدي في جنبه انا مش هصدق. مش قادر يصدق بناء على ايمان الرسل. عشان كده يوحنا بيقول على لسان يسوع في الاخر انت رأيت وامنت، طوبى لمن يؤمن ولم يرى. طب دلوقتي لو لسه في واحد فينا عمال بيشك ومش مصدق ان المسيح قال واحنا بنقول والجماعه كلها فرحانه وشايفه نعم ربنا كل اللي بيعمله رائع في حياتنا، حتى لو الكوفيد، حتى لو هنقفل الساعه 8، حتى لو العدد 25، حتى لو في مشاكل ومش لاقيين اللي مش عارف ايه، لكن عايشين فرحانين بقيامه الرب واليوم الجميل اللي بيديه لنا والشمس الرائعه والجو الجميل، مش قادرين نطلع بعد الساعه 8 نتمشى برضه فرحانين، نقف قدام الباب ونشم الهواء برضه فرحانين. في واحد مش مصدق كل الحاجات دي، طيب ويقول ايه؟ انا عايز اشوف فين المسيح ويظهر لي ويوريني فين الجروح. المسيح بيظهر لتوما مره تاني ويوري له الجروح. موضوع الجروح ده مهم قوي، لانه بيقول انه ده نفس الشخص اللي كان معانا قبل كده وشفناه وهو بينجرح، هو نفس الشخص اللي قام وبيوري جروح. لو في حد ذكي فيكم هيسالني طب نشوف فين دلوقتي جروح المسيح؟ ممكن يظهر لنا ويوريها لنا عشان نصدق. هقول لك عايز تشوف جروح المسيح، روح فين ما في متعلمين، ناس كتيره حواليك عندها جروح المسيح والمسيح متحد بيهم. لو لمست جروحهم وعرفت تاريخ حياتهم وابتديت تقعد معاهم وتسمعهم انت بتلمس جروح المسيح. لانك تقول لي انا مؤمن بالله وعايزه هو يظهر لي، هيقول لك انت كذاب. لو بتؤمن بيا ومش قادر تحب وتشوف انا في الاخر يبقى انت ما تقدرش تؤمن بيا. هتلاقي جراح المسيح في كبار السن، في امك او ابوك اللي بتعولهم في البيت. هتلاقي جروح المسيح في المستشفيات وفي المرضى والمتألمين وفي الأطفال اللي بيغتصبوا وفي الناس اللي بتتعذب. جروح المسيح هنا،
واللي بيلمس هذه الجروح ويتعامل معها بيحط ايديه في جروح المسيح. ايه التفاعل اللي بيجي بعد كده لما بتلمس جروح الاخر وبتتفاعل معها وبتحاول تداويها؟ ما تقدرش تقول الا يتمجد اسمك يا رب، انت ربي والهي. زي عرفتوها عندنا الامكانيه النهارده نلمس بروحات المسيح القائم من بين الاموات ونقول ربي والهي، انت ورا التاريخ، انت بتعمل كل حاجه جميله لتكن مشيئتك. حتى لو اوحش من كده يكفينا انت، الله وحده يكفي. بتقول القديسه تريزا بتقول ديو سولو باستا، ديو سول اي سوفي، الرب وحده يكفي. عندك الرب، عندك الغنى كله، والباقي كلام تاني، الاموال كله يعدي، والصحه كله بيعدي. احبائي عشان اختم، عندنا امكانيه نلمس جروحات المسيح القائم بين الاموات في اخواتنا اللي حوالينا. عشان كده الرب دعينا النهارده الى هذه المائده عشان ناكل ونشرب من جسد المسيح. هناكل بس، وبعد كده نخرج بقوه وبعزيمة نقدر نشوف فيها الآخرين اللي مستنينا ومستنين احنا نلمس بروحهم وندي معنا